ضد الكورونا. انا الاحترام يا لايف كاتب المستعمل جاري قال له التجمع فيها مصير كيس مزينه خلاك يا اخويا انا اصلا كان في تحيه بالليل التكسير ولهم وصي عساك انت وانت عسي حديرامي بس شدع تبع لي قول شي زين ها قاعد حاجة صح ما كنا نصيبه عن مرو نصيب الروسنا بعد قاعد نسمع شي زين عندنا نسمع شي من تراثنا وشي من خنانا ها الله يرحمك بعد سيدات هنا قدو شي زين سيدات في الله مسكين أمي يا أمي وهاي لها أختي تسمع إذا مزين جايتك وهاي جاي تسمع إذا سمعي يا خيتي هذا مزين من الردات لا إله إلا الله وردات من سيداتي الله برحمة الله علينا وعلي الله يرحمه بعد هاي شن هذا الهو هاي الهو زين يا قناة ما نعرفه لأن فهم قاير يقول شن تش تعرفي قاعد من الهو قولي لي شو من قاعد لي أنا وتبري علي أنا إن شاء الله لين برا على كوارك هذا رامي مستو فجاء بالله بروصاقة هذا خرقنا قنابة انتي قاعد أيبتين قلتيني بصقعتي ما تقولي لي شيء إني بقفتي وبعرفي قف أنت صقعتك هاي عطاك تتفخر بيها زينة زينة بقى أيوة سمو ليري إن شاء الله مرأة قاعد شكلك عيبتيني صقعتك هاي قلت حتى نحرف من مرأة ما شاء الله أيوة تو لا تيجي قاعد تشتري مرأة صقعتها هاي ياك نهار تراقد تخرس منه كيف اني خرس المرايه تريد تحفل منه جي روزا وكان عازي ايوه انت باطل انا دايما نعلمك الهو تعلمني الهو ايه دايما نعلمك الهو اسكر هين حظ كلمات انت نعلمك ياسر مش لقنا السنة انا ذا ما هو جايب منهم تعلمني شو تقول له كيف لقنا والله ما عارف شنو ما هو اللي جايبني وانا جايبني هون انا عزيز لي تخيم ولين خيمه ان شاء الله قريب عزيز لا يتخيم لا يتخيم بقى ما عزيز عنده الخيمة شو عنده الخيمة إن شاء الله عند راجل كبير كلف يا عند راجل كبير ما راجل كبير يا غير لا أنت إيش بعد الكاروت ولبسة ما عنده شيء تخيم بي لا يتخيم عنده شيء لا يعطوه هنا تعرفش لا نعدل قاعد عندنا تم أنا بفهم أن عزيز ما عنده هون عنده كام شو البادية عنده هون لا نحن أنا لا نخيم وتشوف هم كده هو قاب الراس ولا بدأ قاب الراس ولا بدأ من يتخيل إحنا باص لين يجيبونه سأجيبه والطريقة اللي نقنعوا بها قاع الناس إنهم لا يعطون أنتم العزيز قاع هي وعارف الطريقة هداي للساعة عند الله نجيبه إحنا قاع إحنا ما عندنا شيء جايبين لا تكلمت معه بوتو هو لا يتمشي تجيبه لين وتخليني أنا هو حدنا بالرجال عندهم شيء خاص بهم لا يرضون أو لا يمشي نعيط الوجود إن شاء الله أيوه ما شاء الله ولا أنا بعد صرت كذا الناس اللي هي عطوه اسم العزيز اللي خالي خانته أرض ورد فاجأك الله يليك تني قاع بعد إنه قاس بيا الحدث آه يا كل خير إيه بيا اللي قاع ما كنت متوقع هذا يا غير بعد ما في شيء أنت الناس شافوك ما الله أنا مذكور لهم إيه ذيك هي ما أخذت الأخبار الكبار إيه يا غير أنا قاع مفكرني هم شافوا صورتك صورة ما هو لعبت حتى النادم اللي مثلا اللي ذكرهم لي قال اني راجل متعدل وخيت بيا ايه ايه هم ايش خانعهم قاعد فيك انت وما هو خنافر صالح ما هو عيني صالحين ما هو فم ما هو شيء سوشن مالي جمالي ما ذيك معي خالي آه. لا مالي ولا جمالي ذيك تخطاها ذيك الرواية تخطاها ايش بيا خالي ترى انك ما عندك ما هو كاروتاي ليت دق دق هنا تولى بصلة ليت تديره شو يا حاجي والله انت ما تلت السايل معك حاجة لك يا ارجع احنا قاعد ندور وقاع كان عندك انت مؤهلات خرا نقول نقنعوا بيه مجتئ مجتئ شنو مدح عزيزي المواطن بطل حسي ما هو ما اقول اخبط لي الامد انا قط مدح اكبر مدح في مدح في العالم اكسع لا كانوا جاحدين عنا انا والقابو زين حد ايوا قول لي ما والله انبيان صليت علي وانا انبيا ايش قال الحمد لله وانا صليت لا تتمدح لي يا ابوي وقف عني ذا المدح
والله إلا ما تحرش صلى الله عليه وسلم زين. يقال أنت ما رديت عليك لا صقيت علي طرت في السماء وشيء طايح. مع الناس ما مقتنعين. إيه هما قاعد يدوروا يطيروا علينا يطيروا علينا لعلين تقول لهم أنت أنبيا أنا هذه يدوروا كلهم يطير واحد. إيه معنا أنت كنت أنت ليه تقيس تقيس الناس؟ أنا ليه نقيس لك الناس ما عندك مشكلة. إيه الناس اللي قالوا عنهم جايين يبين الحصر علي. السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا. كيف لباس؟ ما شاء الله الحمد لله. كيف خير؟ ماش ما استأكل لباس. كيف لباس عليك؟ خير ما شاء الله. كيف خير؟ طريف. خير إن شاء الله. شو ما استأكل لباس؟ شو ما سيت ياك لباس عليك؟ ما شاء الله الحمد لله. طريف ياك لباس. ما شاء الله شو ما استأكل. تياك ما قط جنيتي. ياك إلا بعقلك. الحمد لله. الحمد لله وطفيلة أنت مالك ما طفيلة. والله. وطفيلة ياك ما قط خلق له شيء ياك إلا هي بعقلها تام. ما قط خلق له شيء. ياك ما يزوي كده. ما أنا الله يعرف إيش. إلا تميت لنا. يوم يذيلين قالت لي آمي المرة معايا خارج طفل عندنا فمن قال له عزيز عليك انتم قاعجانيني ليه ما جاكم وقلت لها انا عرفت قاع يا اختي هو انتم هذا اللي مراقبكم فيه شنو اللي قال لكم عنه شنو انتم مراقبكم شنو قال لكم عنه عزيز سمعت انه راجل متعدد جاني هون طفل قالوا سيدي محمد شكروا لي لين ذاك كان طفل متعدد انه ما عنده مشكله عنده رفضه ويقطعها ويرقعها يقطعها يقطع اللامبو لا يدير فيها بير هو وشكر له الراس وفتنين بعد ما احضر فيها يا جماعه وتبارك الله تبارك الله اللي ماني متعين فيه القيم ذي عدل للقيم انا قاعد خايف على طفيلكم انتم قاعد يلقيم هي وكل الله كسيفتوني ويوم نادى المراه داخل عليه في كوزين قامت تشكشك عليه ما لقينا لها كرعي داخل في زقيبه من البصل يقززها 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 نقول له بخير السلام ولا عنده قيه ولا يقود ولا يصوب وهو من راسه قط من لحم راسه قط جن شوي و و وخارجه ياسم روايه قاع لا نقول لك ثانيه صناعي قاعد هو لا ماله ولا جماله انتم ما شفتوا وصفه انا لا نعطيك يا كذا عينك صالحين انا حامد ما شفته ما خاسر فيه شيء خارج طفيل هون يقولوا له سيدي محمد جاني وشكروا لي ذا وقال له ما عنده مشكله سمعت انا عثر الصوره قال ما وضحت لحد والله لا عنده مشكلة وعند السويدي محمد مشكلتين. السويدي محمد صار قط قال كنتين اخواتي لا من قاربه. ذاك كذب من اللي قلو. انا الصيد خليك لي. ماني جاي يكون فاعل خير. هذه جريمة في حق الانسانية وفي حق الناس كاملة والبشرية. واني لك من الناصحين ما عينك فيه. وهذا قاعد يدعو هو جاب لنا كورونا هم. الناس هناتية. انا قام الساعة اللي داخل كورونا انا قام عني فيه. ايه احترامي ايوه تشرفت ما شاء الله الحمد لله الناس زاد وافقوا انا واحد احترامي توعد الناس قنعهم استاذ محمد اللي جبار تي في السلام عليكم عليكم السلام واخير توخير انا عزيز يا عامله اسمعتك خليك راح ما ينفع عندنا الفم انا تاكد انك ما عرفتني انا عرفتك اوه هنسمعك شي بعد يلا ولا ها صنت له يا لو بدل لو لا بدل احترامي ضد الكورونا مشاكل المجتمع قلوا التجمع فيها مصير وراني ناصر مولى التقسيم